بالخير والمحبة، طاب طوقاتكم سيدتي وسادتي أينما كنتم، حياكم الله. هذه إطلالة جديدة من ملف اليوم نتابع فيها وإياكم. مؤتمر حركة فتح الأول للمقاومة الشعبية، الأهمية والأهداف. رؤية حركة فتح لتطوير المقاومة الشعبية كأداة نضالية ضد الاحتلال. وأين وصلت الاتصالات والمشاورات فيما يتعلق بإجراء الانتخابات؟ هذه الموضوعات وأخرى بالتحليل والمتابعة وبكثير من الاستفاضة سيدتي وسادتي مع ضيفنا هنا في الاستوديو سيد محمود العلول نائب رئيس حركة فتح. مساء الخير، أهلا بك معنا في ملف اليوم. أهلا بك، مساء الخير لك عزيزي، مساء الخير لكل السادة المشاهدين. أخ أبو جهاد، قبل أن نطرح السؤال الأول أو الاستفسار الأول، اسمح لنا أن نذهب إلى هذا التقرير كمدخل للحوار. تقرير الزميل مالك أصبح. مؤتمر هو الأول من نوعه في فلسطين للمقاومة الشعبية باعتبارها أداة نضالية لمقاومة الاحتلال، نظم من حركة فتح بمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وممثلين عن الأقاليم ولجان المقاومة الشعبية في مختلف المناطق. تخلل المؤتمر نقاشات حول الرؤية الوطنية لمقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع وتفعيل العمل التطوعي، خاصة بالمناطق التي تشهد صدامات مستمرة مع الاحتلال. كما ناقش أهمية تفعيل لجان الحراسة وضرورة لفت انتباه الإعلام الدولي إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وعرض عمل لجان المقاومة الشعبية. فالمقاومة الشعبية حققت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، خاصة على صعيد مقاومة الاستيطان وإفشال مشاريع التهجير القسري، فنجحت في منع التهجير بعدة أماكن في مناطق جيم وإزالة عدة بؤر استيطانية خلال العامين الماضيين. وعلى صعيد آخر وفي إطار المساعي الرامية لإجراء الانتخابات، تتواصل الجهود لإجراء الانتخابات التي أعلن السيد الرئيس محمود عباس عنها في خطابه أمام الأمم المتحدة، فكلف سيادته الجهات المعنية بمتابعة الاتصالات والمشاورات لإجرائها. لتعقد لجنة الانتخابات المركزية اليوم اجتماعا مع ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية في مقرها العام بمدينة البيرة. فهذه الاجتماعات مع الفصائل كما أكد الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات تأتي في إطار دور اللجنة في تهيئة البيئة المواتية وتعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم فيما يتعلق بالانتخابات. فيما من المقرر أن تلتقي لجنة الانتخابات ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني خلال الأسبوع الجاري، يتبعها إجراء الترتيبات اللازمة لتوجه وفد من لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر إلى قطاع غزة. يشار إلى أن القيادة التي ترى في الانتخابات وسيلة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة شكلت في اجتماع سابق لها لجنة مشتركة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح للتحضير والإعداد للانتخابات وإجراء حوار وتواصل مع القوى الفلسطينية. لملف اليوم مالك صبيح. شكرا للزميل مالك صبيح على هذا التقرير، والآن نفتح الحوار مع ضيفنا الأخ أبو جهاد. أخ أبو جهاد، من حيث انتهى التقرير نبدأ معك فيما يخص الانتخابات. اليوم لجنة الانتخابات مشاورات مع الفصائل أو أمناء الفصائل، ما قولكم في ذلك وما هي الإشارات الأولية؟ اليوم كان هناك اجتماع ما بين لجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. كانت مثلتنا الأخت دلال سلامة في هذا الاجتماع من أجل التشاور مع كل الفصائل حتى يذهب الدكتور حنا ناصر أيضا إلى كل الأوساط الأخرى بما فيها ذهابه إلى قطاع غزة متسلحا بالموقف، مستطلعا لمواقف الكل الفلسطيني وكل القوى الفلسطينية. هو بدأ هنا، واليوم كان الاجتماع كما أشرت مع الفصائل، سيجتمع مع منظمات المجتمع المدني، مع المستقلين، مع كل من هنالك ضرورة للاستماع إلى رأيه بهذا الموضوع. سيكون ذلك طبعا هذا الحراك بعد أن أعطي
توجهات من قبل سيد الرئيس أبو مازن بهذا الموضوع بأن يبدأ ليرى المناخ العام، هل هو مواتي من أجل البدء بالانتخابات أم لا بهذا الموضوع، أو تهيئة المناخ العام من أجل بعد ذلك إصدار المرسوم. إذا شوف بدنا نحكي على الانتخابات بوضوح لازم نشوف يعني شو القصة، احنا شو موضوع الانتخابات، ليش الانتخابات الآن بهذا الموضوع. المسألة أبدا ليست مسألة جزئية ولا مسألة مفصولة عما يجري، احنا لازم نشوف المسألة من منظار أو من زاوية أخرى. ليش هلأ الوضع ملح بما يعني هي أمام ما يجري بشكل عام في الجو السياسي العام، أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل أساسي، ما يسمى بصفقة القرن، هذه المؤامرة الهادفة إلى إنهاء القضية الفلسطينية، إلى شطب القضية الفلسطينية، أمام ما تتعرض له القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من ضغوط، الضغوط بشكل أساسي تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني، دفعه إلى الاستسلام، إلى الإقرار بما يريدونه من لتقديم تنازلات سياسية. هذا المناخ العام. هذا المناخ العام نحن ماذا قلنا بالأساس؟ أن لا خيار أمامنا، وأنت تذكر ربما أيضا حتى في حوار سابق معك هنا في هذا البرنامج قلنا لا خيار أمامنا، بمعنى أنه لم يبقوا لنا خيار سوى مقاومتهم، سوى الصمود في مواجهتهم بهذا الموضوع، لأنه أنت تذكر تماما تحدثنا من هل يمكن أن نقدم أي تنازل عن القدس، عن حق عودة اللاجئين، عن السيادة، عن أي شيء من حقوق هذا الشعب الفلسطيني. هذه مسألة لا يمكن، الأساس الصمود والمقاومة في هذا الأمر، هذا له متطلبات علينا نحن أن نوفرها. أولى هذه المتطلبات هو حالة التماسك لدى الشعب الفلسطيني. نحن التجربة كانت واضحة تماما، أنت تريد أن تصمد في مواجهة حملة تشن عليك، عليك أن تهيئ بيتك الداخلي بشكل جيد، بيتك الداخلي، وهذه على العديد من الصعد بهذا الموضوع، صعيد الذي له علاقة سواء بعلاقتك مع الجمهور الذي مطلوب منه معك أن يصمد، نريد الكل الفلسطيني، حالة انسجام بالكل الفلسطيني، وسنتحدث عن كيفية التواصل مع الجمهور. إضافة إلى ذلك الاتجاه باتجاه حسم الموضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية، استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقلنا للجميع خلال الفترة الماضية أنت تذكر كيف حققنا نقاط تقدم، نقاط انتصار بحالة من الانسجام الكبير في الوضع الفلسطيني، بحالة من الإجماع كما حصل إبان مثلا كمثل ورشة البحرين أو العديد من المواقف الأخرى، كان هناك إجماع فلسطيني حتى بمن هنالك خلاف بينك وبينهم على المستوى الفلسطيني، حتى بمن مع من هناك تباين بينك وبينه، كان موقفا واحدا موحدا في هذا الاتجاه جعلك تصنع صمودا، تحقق نقاط، منها نقطة فشل البحرين. من أجل ذلك نحن نسعى لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، تأتي الانتخابات من هذا الباب، من هذا الباب. ليش؟ عشان نشوف شو القصة. نعم لا نريد أن نجد مبرر، نتحدث عن مبرر، الانتخابات أساسا استحقاق شعبي وجماهيري، استحقاق ديمقراطي أساسي، الآن أجيال نشأت لم تمارس حق الانتخاب، منذ متى صنعنا انتخابات عامة بهذا الموضوع، هو استحقاق وطني وأيضا متطلب دولي بهذا الموضوع.
لكن أيضا متطلب وطني بالمعنى التالي. نحن نتحدث عن تعزيز الصمود بتهيئة الجو الداخلي الفلسطيني، وقلنا أن علينا استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. بذلنا جهدا كبيرا مع كل الأطراف بهذا الموضوع، مع كم هائل من الوسطاء بما فيهم وعلى رأسهم الإخوة في مصر في هذا الموضوع. حتى الآن هذه الجهود لم تثمر. هذه الجهود عشرات الاتفاقات، هذه الجهود مئات جلسات الحوار، هذه الجهود عشرات الأماكن التي تمت بها في القاهرة وفي مكة وفي روسيا وفي قطر وإلى آخره بهذا الموضوع، لم تفلح. آن الأوان لأن نبحث عن حل، عن سياق آخر مختلف. فقلنا فلتكن الانتخابات هي السياق الجديد. بالمعنى التالي نحن بحثنا عن حكم لحسم خلافنا سابقا في كثير من الأوساط في هذا العالم، الآن نريد أن نلجأ إلى حكم عادل. لا ندعي بأن الآخرين ليسوا عادلين، وهو الشعب. أن نلجأ للشعب، أن نلجأ لصندوق الاقتراع، هذا هو جوهر الفكرة. نعم جوهر الفكرة أنه استحقاق ومتطلب ديمقراطي وطني كل ما إلى ذلك، لكن أيضا نراه شيء ما من عامل مساعد. نحن نسعى من أجل الصمود، المواجهة، مواجهة التحدي الكبير. هذا له متطلب ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، جزء من ذلك هو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. فنرى في الانتخابات مدخلا لذلك، مدخلا أن نلجأ إلى الشعب الفلسطيني، أن نلجأ إلى صندوق الاقتراع. هذا هو التوجه العام، وبناء على ذلك وهذا شوف، نعم السيد الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة خلال الأيام هذه القريبة الماضية تحدث عن الانتخابات وقال أنني سأعود إلى الوطن سأدعو للانتخابات فور عودتي إلى الوطن. نعم سأدعو للانتخابات فورا، لكن هذه ليس هذا شيء ما ليس جديدا، ليست أول مرة يتحدث الرئيس أبو مازن بهذا الموضوع. تحدث هو والوضع الفلسطيني بالموضوع الذي له علاقة في الانتخابات عشرات المرات خلال الفترة الماضية، وحاولنا ذلك. الآن الأمر بحثنا بجدية متناهية للغاية، نسعى بكل ما نستطيع من جهد من أجل إنجازه. ومن أجل ذلك كان خلال الأيام الماضية، سواء بعد عودة السيد الرئيس من الأمم المتحدة، كان هناك اجتماعا للجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية، كان هناك اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، وأيضا اجتماع عام للقيادة الفلسطينية. من أجل ذلك اتفق على المباشرة المتابعة لهذا التوجه. هذا التوجه متابعة. أخ أبو جهاد، أمام الحديث هذا عن أهمية الانتخابات، المشاورات بدأت للتو اليوم وستستكمل. من دون أن نستبق المواقف أو الأحداث، دائما ما يخطر في بالنا العقبات المقابلة لعملية إجراء الانتخابات، سواء بالذين يوافقون أو يرفضون أو يضعون ملاحظاتهم كشأن فلسطيني داخلي، أو العقبات التي من الممكن أن يضعها الاحتلال. هذه النقطة كيف تفكرون فيها؟ سأقول لك، نحن الآن ما الذي نصنع الآن هو هذا. الآن نحن نرى أن همنا الأساسي تذليل العقبات من أجل الذهاب إلى الانتخابات، وخلق المناخ العام المواتي من أجل هذه المسألة. ومن أجل ذلك كان هناك مجموعة من اللجان التي شكلت في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا لجان شكلت في حركة فتح في هذا الموضوع، في هذه المسألة، من أجل متابعة سواء كما أشرت تذليل العقبات وخلق المناخ العام. تذليل العقبات بمعنى التالي، نحن ما هي العقبات أمام الانتخابات؟ أولا هناك متطلب له علاقة بالحوار الداخلي ما بين كل قوى هذا الشعب الفلسطيني. أي التفاصيل؟ سواء
فلسطين، الفصائل، قوى مجتمع مدني، كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع، مستقلين وكل ما إلى ذلك بهذا الموضوع، حوار بهذا الاتجاه، هذا جانب. الجانب الآخر أن هذه الانتخابات لابد أن تتم بكل الولاية الفلسطينية، الولاية يعني بمعنى بالضفة الغربية، بالقدس المحتلة، بقطاع غزة. هذا بحاجة إلى تكثيف للحوار حينما نتحدث عن قطاع غزة تحديدا بهذا الموضوع، وهذا شيء ما في شغل عليه. هنا بدأ وفي اجتماعنا أيضا في حركة فتح وفي اللجنة المركزية، وكان هنالك توجه أن على الإخوة المختصين في هذا الموضوع تكثيف اللقاءات والحوار مع كل فصائل، أولا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الموضوع، حتى ننضج موقفا موحدا لدى هذه الفصائل بهذا الموضوع. وأيضا مع بنفس السياق البحث عن حالة من التفاهم مع حركة حماس في قطاع غزة من أجل إجراء الانتخابات. الآن سيتوجه بعد أيام ربما الأخ الدكتور حنان ناصر إلى قطاع غزة في هذا الأمر. نحن حتى الآن ما تلقينا سواء منهم أو حتى من غيرهم ردود فعل إلى حد ما بالإعلام، ولا أريد أبدا، نحن ذاهبون إلى انتخابات مصرون عليها، نريد دائما أن نتحلى بالتفاؤل بهذا الموضوع، لا نريد أن ننقد هنا أو هناك، رغم أننا أحيانا نجد من اتجاه واحد أو من قوة محددة نجد مؤشرات متناقضة، نجد ترحيبا من حسن و شو اسمه رفضا من عبد الفتاح، وهما تحت المظلة ذاتها، وهما تحت المظلة ذاتها في هذا الموضوع. شوف، نحن مصرون نرى أن هذا خيار أساسي ولجوء للشعب، وهذه مسألة هامة، وهذا استحقاق، مصرون على الذهاب له، مصرون أن نذهب له بالكل الوطني. من أجل ذلك سنتحاور نطور روحنا ونشوف الإخوة في الفصائل جميعا، ونشوف حركة حماس، وسنبذل جهدا بكل ما نستطيع، سنبذل جهدا مرة واثنين وثلاثة، سنضغط، سنحاور، سنستخدم أصدقائنا، أصدقاء الشعب الفلسطيني، أشقائنا، كل ما إلى ذلك من أجل تبديل العقبات. هذه العقبة الأولى، ونحن نقول بوضوح للإخوة في حركة حماس، نحن نريدكم معنا مع الكل الفلسطيني لنذهب إلى الخيار الذي يساعد على وحدتنا، على استعادة وحدتنا الوطنية الفلسطينية، وتحديدا نقول لهم ذلك أمام كل التحديات التي وهي تحديات مصيرية. ماذا ننتظر؟ نريد أن نقترب من بعض أكثر تماما، وسنحاورهم، سنضغط، كل نريدهم، لكن بالنهاية إلا إن كنت لا تريد أن تشارك في هذا الخيار الوطني، رغم أن هذا شيء ما ليس واقعيا، يعني ليس مستحبا على الإطلاق، لكن إذا قلت أن هذا من حقك أن تختار ماذا تريد، نعم لا مشكلة، لكن ليس من حقك أن تمنع الناس من المشاركة في الانتخابات، أن تمنع الناس من ممارسة حقها في الانتخابات. يا أخوة في حماس، نحن نريدكم معنا، نريد معا أن نمارس خيارا وطنيا ديمقراطيا لمصلحة هذا الشعب الفلسطيني، ويساعدنا معا نحو التفاهم، نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، نريدكم كذلك، لكن نأمل إلا إن أنتم لا تريدوا أن لا تعطلوا الخيار الوطني، أو أن لا تمنعوا، أن لا تحرموا الناس
من ممارسة حقها في الانتخاب والديمقراطية. طيب أخ أبو جهاد، هذه عن العقبة الداخلية. هاي عن العقبة الداخلية. طبعا العقبة الأكبر هي التي لها علاقة في القدس. نعم. وهذه مسألة هامة وأساسية. ربما خلال فترات ماضية كنا تعاملنا معها بأسلوب آخر مختلف، ضغطنا دوليا كل ما إلى ذلك، مورست الانتخابات في القدس، مورست بشكل ما بهذا الخصوص. لكن أنا أعتقد بأن هذه المرة التحدي أكبر بكثير، لأن التحدي بعد ما حصل بالقدس، بعد موقف ترامب من موضوع القدس، بعد نقله لسفارته إلى القدس، بعد أن قام بهذه الخطوة الغبية للغاية التي تحدث بها أنه يعترف بأن القدس الكبرى عاصمة لدولة الاحتلال، هذا وضعنا أمام تحدي كبير للغاية. أيضا هناك نقطة هامة، وهي أنه منذ مدة سلطات الاحتلال تقوم باعتقال كل مواطن مقدسي، تمنع أي نشاط تحت مسمى أنه ينظم بتمويل أو بتوجيه من السلطة الوطنية. هذا كله يضعنا في موقف إصرار تماما أن علينا أن نجري الانتخابات بالقدس. أخ أبو جهاد، التحدث وهذا بالتأكيد أننا يعني القيادة الفلسطينية تبذل جهدا كبيرا جدا من أجل ذلك، ويعني تطلب من كل العالم أن يساعد الشعب الفلسطيني في تحقيق هذا الموضوع. أخ أبو جهاد، قلت بأنه مشهد الانتخابات لا يمكن أن يكون معزولا عن الوضع السياسي العام، الوضع الداخلي العام. ماذا عن آخر المؤشرات حول الوضع السياسي العام؟ تغير موقف هنا موقف هناك، آخر اتصالاتكم فيما يخص العملية السياسية بشكلها العام، رغم العقبات والتعطيل الذي طرح أمريكيا وإسرائيليا وكل حالة التلكؤ القائمة حاليا، وحجة انتظروا لتشكيل حكومة إسرائيلية، ننتظر تشكيل حكومة إسرائيلية حتى نطرح ما لدينا. شوف يعني حتى نكون كتير كتير واضحين، تغيير في الموضوع في الموقف السياسي في الأفق لا يوجد أي شيء جديد، ليس متوقعا ذلك. لأن ما الذي تغير؟ أنت تدرك هو هناك تغيير على أصعدة أخرى، إذا سمح الوقت سنتحدث عنها. تفضل. لكن ما الذي تغير حتى يتغير الموقف في الأفق السياسي؟ الولايات المتحدة الأمريكية تنصب العداء للشعب الفلسطيني بشكل واضح كبير، أحيانا في بعض المواقف تغالي أكثر من هذا الاحتلال. جيد، من ينتظر تغييرا بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ شيء ما لن أوكي، سيكون تغيير، لكن يا أخوان ليس تغييرا استراتيجيا، ليس تغييرا صاخبا، ليس تغييرا أساسيا. يعني مش راح نتيجة لهذه الانتخابات أو غيرها نأخذ حريتنا بكرة. نعم ربما سأقول لك سنكون سعيدين للغاية أن يذهب مجرم كنتنياهو، ارتكب كم هائل من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، أن يذهب سنكون سعيدين، لكن هذا لا يعني أن إن ذهب نتنياهو أن من سيأتي أن حمامة سلام ستأتي من بعده، أن حمامة سلام ستأتي من بعده، هذا شيء يعني ليس متوقعا. لكن بالصورة الأخرى لا نريد أن نرخي بشيء ما من التشاؤم على الصورة. الصورة نعم لا بها كم كبير من نقاط الضوء الجميلة، الموقف الذي يتم في العالم بهذا الموضوع، موقف الأمم المتحدة، موقف مجلس الأمن قبل ذلك، حينما كان في مجلس الأمن 14 دولة تقف إلى جانبك وتقف الولايات المتحدة لوحدها، موقف البرلمان الأوروبي قبل أسبوع أو 10 أيام من الآن، حينما كان مطروحا على البرلمان الأوروبي من أجل يعني موقف بشأن الأونروا ودعم الأونروا واختصار أو خصم أو كذا مبالغ من المخصصة للأونروا، ورفض البرلمان الأوروبي وأقر ما كان مرصودا للأونروا، وهذا
شيء جيد وإيجابي. العالم بشكل عام معك بهذا الموضوع، ليس هذا فقط. هذه الحالة من الصمود الذي يعيشها الشعب الفلسطيني، هذا الصمود الأسطوري المقاوم للضغوط. أنت ترى هذا الكم من الضغوط، الضغوط شيء ضغوط، ضغوط ومنذ فترة طويلة للغاية، حصار اقتصادي صعب للغاية وتفاقم بحرب مالية في الأشهر يمارس على الشعب الفلسطيني، تفاقم بحرب مالية على الشعب الفلسطيني بشكل غير عادي. هذا جزء من هذا الضغوط، وترى هذا الصمود بالضغط الذي له علاقة بالموضوع الاقتصادي. هذا الصمود محاولة التكيف لدى المواطن الفلسطيني، شيء ما رائع ورائع جدا. الضغوط التي لها علاقة بضرب الولاية الفلسطينية، المحاولات التي لها علاقة دائمة لاقتحام، لإلغاء كل الاتفاقات السابقة، باقتحام المناطق بي وسي وألف وإلى آخره، دخول الدوريات الإسرائيلية على مناطقنا، الاعتقالات التي تتم، عمليات القتل التي تتم على الحواجز، الاستيطان، كل ما إلى ذلك. كل هذا شكل من أشكال الضغوط الهادفة إلى إخضاعك من أجل أن تقدم تنازل، وهم لم يدركوا حتى الآن بأن هذا شيء ما غير ممكن، لأن ما هو مطلوب أضخم وأكبر من أن يقدمه أي إنسان على الإطلاق، الشعب الفلسطيني. هذه ظاهرة، نعم هذا يسبب الألم، لكن يعني يشعرك بالنشوة، يشعرك بالنشوة أن هذا الشعب الفلسطيني قدرته على التكيف، قدرته على الصمود، رفضه للإذعان، وهو أيضا ليس أمامه خيار إلا الصمود. نعم، رفضه للإذعان، هذا مين ممكن يقدم تنازل عن القدس؟ لذلك دعم صمود المواطن أيضا مسألة مهمة أخ أبو جهاد. من أجل ذلك دعم صمود المواطن، نعم مسألة مهمة وهامة للغاية. نحن تحدثنا عن اللجان التي شكلت والتي لها علاقة بخلق المناخ العام، التي ستتواصل سواء مع القوى والفصائل وغيرها، ستتواصل من أجل موضوع الانتخابات في القدس، ستتواصل مع الإقليم، ستتواصل مع العالم أيضا، باحثة عن ضغط على هذا الاحتلال بهذا الموضوع، وأيضا لجان أخرى، وهذه جزء مما تحدثنا به في اجتماعات اللجنة المركزية، وغدا أيضا لدينا اجتماع اللجنة المركزية بهذا الموضوع، لموضوع فتح الانتخابات. لكن ليس بسبب الانتخابات، إنما بسبب رغبة بتهيئة الأجواء، رغبة بتهيئة الأجواء أكثر للصمود، التواصل مع الجمهور. من أجل ذلك تجدنا كل يوم في بلد، في محافظة، في لقاء، نعم، مع الفعاليات، مع المواطنين، ليس لنعطيهم خطبة هنا أو هناك، إنما للاستماع لهم، لآرائهم، لمشاركتهم باتخاذ القرارات ورسم التوجهات. أخ أبو جهاد، على ذكرك الاستماع إلى آراء المواطنين، أنت تعلم بأن المواطن الفلسطيني الذي صمد كما قلت، وهو فعلا صامد، تعرض لحرب مالية، لا يمكن أن نفصل بين الشعب وبين القيادة، لأن الكل تحت هذه الحرب، وهذه الأزمة المالية أو الحرب المالية ما زالت مستمرة، ألحقت ظروف صعبة بأوضاع المواطنين بكل ما يخص العجلة الاقتصادية. هذه جزء من حرب أوسع، لكن أن تحاربني في لقمة العيش فأنت تخنقني وتريدني أن أموت ببطء. عن هذه الجزئية ما الذي يمكن أن نقوله قبل أن نتوسع في الحديث؟ هذا ما تحدثنا عن هذا جزء، ما تحدثنا عنه الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني بعد الموضوع. لكن أنا بقول لك إيش، نعم الإخوة في القيادة يبذلون كل الجهد الممكن من أجل إدامة حياة الناس، من أجل توفير المتطلبات بالحدود المعقولة للمواطن الفلسطيني، من حيث موضوع الرواتب وغيرها. لكن الموضوع أنت تدرك
ليس مقتصرا على الرواتب، ما هو متطلبات المجتمع كبيرة للغاية في هذا الموضوع. لكن اللي بدي أقول لك إياه، لما إحنا بنحكي عن ما هو هذا، شو هو هذا؟ جزء من الضغوط التي تمارس على السلطة والقيادة والمواطن الفلسطيني من أجل أن يعني يرضخ لهذه المتطلبات. أنا بعتقد أنهم حتما سيفشلوا في توجهاتهم بهذا الموضوع، والشعب الفلسطيني سيستمر في صموده وسيفشل مخططاته. أخ أبو جهاد، أيضا قبل أن ننتهي من الحديث عن الملف المالي وننتقل إلى أمور أخرى ونقاط أخرى في الوقت المتاح، هذه الحرب المالية زادوا عليها تهديدات بحرب اقتصادية من نوع آخر إذا استمريتم في عدم استيراد العجول أو قاطعتم هذا المنتج أو إلى آخره، فهناك إجراءات أخرى سنتبعها بحقكم، ما قولكم في ذلك؟ هذا ربما كان من المفترض أن نتحدث عنه إذا تحدثنا عن ملف المقاومة. نعم. المقاومة الشعبية لإسرائيل. لكذلك تفضل. لكن أنا بدي أقول لك إشي يا عزيزي، أن أحد أهم الأوجه المؤثرة والضاغطة التي لديها القدرة على الضغط على هذا الاحتلال هو الجانب الاقتصادي، وأنت ترى هذا الصرع الذي أصابهم في الموضوع الذي له علاقة بموضوع إيقاف استيراد العجول من خلال إسرائيل، ومن قبله وقف التحويلات الطبية. وقف التحويلات الطبية، أنت رأيت هذا الموضوع. أنا سأقول لك شيء. نعم. المسألة بالنسبة لنا، نعم، مقاطعة لهذا الاحتلال، لكن أيضا بها بعض الجوانب الأخرى لدينا. هذا الابتزاز الذي كان يمارس، هذه اللصوصية، القرصنة التي كانوا يقومون بها، السرقة من خلال ما أسموه، التي يقوم بها الاحتلال من خلال ما اسموه تحويلات طبية وغيرها الكثير من الأشكال التي كانوا يقومون بخصمها من المقاصة على الشعب الفلسطيني، كلها يعني سرقة بهذا الموضوع. لكن نعود لموضوعنا، أن الموضوع الاقتصادي هو يعني القدرة على الضغط من خلال الاقتصاد عالية للغاية. هذا يتأثر، هذا الاحتلال يتأثر بالموضوع الاقتصادي أكثر من أي شيء آخر، وهذا جربناه عبر كل الفترات الماضية بهذا الموضوع. هذا موضوع يهدد، لن نتأثر في ذلك ولن، يعني في قضايا لا يمكن، شوف هذا، بديش أستخدم يعني ألفاظ بنستخدمها أحيانا شعبي، لكن هدول ايش بسموهم، بيعبدوا القرش، او لا يستطيعوا على الاطلاق ان يتخلوا عن هذا السوق الاستهلاكي الضخم اللي اسمه الوضع الفلسطيني، لا يمكن ان يتمكنوا من التخلي عنه، وكل تهديداتهم ستذهب هباء. لكن نحن يجب ان لا نتردد، ان نذهب الى الامام بشكل مباشر وقوي، لا نتردد على الاطلاق. اسمع، هذا الشعب الفلسطيني لديه القدرة على التكيف بإمكاناته، كانت إمكاناته ضخمة يستخدمها، كانت إمكاناته قليلة، قادر على التكيف بها. هناك الكثير مما يمكننا، وهلا دخلنا على الاقتصاد والمقاومة الشعبية والجانب الاقتصادي بها، هناك الكثير مما يمكننا الاستغناء عنه، وباستغنائنا عنه قادرون على أن نؤثر ونضغط على هذا الاحتلال بدلا أن يضغط علينا. أقصد من الجوانب الاستهلاكية، من المواد الاستهلاكية، من أسلوب الحياة، كل ما إلى ذلك بهذا الموضوع. وهي نقطة، يعني نقطة بوجهين، الوجه الأول يتعلق بأني أرد على إجراءاتك المالية، والوجه الآخر لا يتعلق بتحويل هذه المقاومة الشعبية من وسيلة إلى استراتيجية. وهذا ما يدفعنا لأن نفتح الحوار أوسع قليلا في مؤتمركم الأول لحركة فتح للمقاومة الشعبية. نعم. أريد أن أوضح جانب بهذا الموضوع. نعم، أسماه الإخوة المؤتمر الأول. المؤتمر الأول لا يعني كما أشرت أنا في الأول من حيث الشكل، لا يعني البداية. نعم. هو الهدف منه جانبين، أولا الهدف منه هو مأسسة، نعم،
الموضوع الذي له علاقة في المقاومة الشعبية بهذا الموضوع، لم كل المكونات في هذا الموضوع، وهذا المؤتمر هو لمكونات فتح، هذه هي الخطوة الأولى، الخطوة التي ستليها وليس بعيدا ربما أيام قادمة، فقط الإخوة يحضرون لذلك، سيكون مؤتمرا للكل الفلسطيني، لفتح وللإخوة والرفاق في الفصائل الأخرى وكل ما ذلك، وكلهم شركاؤنا في المقاومة الشعبية. هدفنا من كل ذلك، نعم، أن تصبح المقاومة الشعبية مقاومة شعبية، بمعنى المشاركة الشعبية الأوسع بهذا الموضوع، أن يشارك الشعب، كل الشعب بهذا الموضوع. وأنا سأقول هي ما هي، إيش أسس المقاومة وإيش هدفنا من كل ما نصنع حقيقة. هدفنا أن تتحول المقاومة في حياة الناس إلى ثقافة سائدة، إلى نهج حياة، يعيش الفلسطيني مقاوما لهذا الاحتلال، يعني ابتداء من القرار الذاتي، أنني كفلسطيني أن أخذ قرارا أنني سأحيا متناقضا مع هذا الاحتلال، مقاوما لهذا الاحتلال. هذه البداية، مجرد هذا القرار هو مقاومة شعبية، وبعد ذلك تدخل على عشرات الأشكال من المقاومة الشعبية. عدم استهلاك للبضائع الإسرائيلية مقاومة شعبية، مقاطعتي لهم لثقافتهم لكل هذا مقاومة شعبية، وندخل للمقاومة الشعبية بالميدان التي لها عشرات الأشكال التي لا يسمح الظرف ولا الموقف على التلفزيون أن نتحدث بها، لكن كل الإخوة المقاومين يدركون ذلك بهذا الموضوع. ولا نريد بعد الآن وبعد هذه المؤتمرات أن نتحدث عن الإخوة المقاومين الذين نجلهم إلى درجة كبيرة للغاية، نحن سنتحدث عن الشعب المقاوم وليس عن المجموعات المقاومة، الشعب، كل الشعب الذي له موقف بهذا الموضوع. تحدثنا عن مسألة الموقف، عن الاقتصاد، عن المقاومة في الميدان، وربما أجمل شكل من هذه الأشكال هو هذا الشكل الذي له علاقة بالمرابطة بالأقصى. هؤلاء المرابطين أيضا، أولئك النساء المرابطات في المسجد الأقصى، هؤلاء الذين تنزع القبعة لهم، تنحني الجباه احتراما لهم، هؤلاء الذين، وكيف أيضا لابد أن في المسجد الأقصى، لابد أن نذكر أيضا هنا شباب القدس وكبار القدس ونساء القدس الذين أفشلوا ملف البوابات والذين وقفوا أمام كل الإجراءات الإسرائيلية. القدس والمقدسيون فخر لهذا الشعب الفلسطيني. أخ أبو جهاد، دعنا نتحدث أيضا فيما يخص المؤتمر عن المخرجات. قلت بأنه في الأيام القادمة سيكون هناك مؤتمر ليس فقط لفتح، وإنما لباقي الفصائل والقوى الشريكة لكم، وأنتم شركاء أيضا معهم في ملف المقاومة الشعبية. طيب، كيف نحولها إلى ثقافة؟ هناك عوامل يجب أن يتم توفيرها، بنود يجب أن يتم توفيرها حتى تصبح ثقافة وليس فقط ممثل عن هذا الفصيل يذهب ليشارك في مسيرة يوم الجمعة. هذه مسألة هامة وأساسية ولنا تجربة كبيرة به، وهي سأقول لك شيء، هي عمليا هي ثقافة سائدة، نريد تعميقها أكثر من أي شيء آخر. ما هي الثقافة السائدة في هذا الموضوع؟ أنا حينما في آلاف الأمثلة أجد أطفالا يرفضون استهلاك البضائع الإسرائيلية، الطفل اللي بروح يشتري شيء ما، إيش بنسميه، أي شيء يخص الأطفال ويرفض أن يأخذ بضائع إسرائيلية، هذه ثقافة سائدة. السيدة في البيت التي ترفض أن يدخل بيتها بضاعة إسرائيلية لتطعمها لأولادها أو كذا، هذه ثقافة سائدة في هذا الموضوع. المسألة كيفية تعميم ذلك، هذه الثقافة على الكل الفلسطيني،
والكل يمارس دوره في المقاومة الشعبية حسب قدرته، طاقته، ظروفه، لكن المجال مفتوح لكل مواطن فلسطيني أن يكون له دورا في هذه المقاومة الشعبية. طيب أخ أبو جهاد، هناك كثير من الأطراف كانت تستهزئ بالمقاومة الشعبية وترى بأنه ما الذي تفعلونه، تتحدثون عن رفع علم هنا وهناك وإحراق عجل على هذا المفترق أو على نقطة احتكاك ما، وفيما بعد قالوا بأنهم يعني يشعرون بأنهم يؤمنون بهذه المقاومة أو بدأوا يقتنعوا بهذا الشكل من المقاومة. لا مشكلة ما داموا بدأوا يقتنعوا، هذا لا مشكلة في هذا الموضوع. شوف، أنا أولا أحيي كل المقاومين، ولا يجوز أبدا تعريض هذه المسألة للجدل والنقاش والسخرية. أنا أرى هذا الألم الذي يسببه الاحتلال لهم. أولا طيب أوكي، ما يتعرضون له من بالميدان من اعتداءات وضرب والغاز وإطلاق الرصاص والإصابات التي يتعرضون لها وبتر الأطراف واعتقال وكل ما إلى ذلك بهذا الموضوع، هذه مسألة ليست سهلة. ماذا تريدون منهم؟ هل قدامنا نموذجين؟ في النموذج الذي يقاوم في الميدان، وفي النموذج الذي يسخر منه ويجلس في بيته هكذا. إيش هذول اللي بيجلسوا بيتهم كانوا يسموهم حزب الكنبة. يجلس في بيته هكذا لينظر إلى التلفاز أو غير ذلك، أوكي ما عندي مشكلة، لكن أن تسخر من النموذج الأول، هذه مسألة غير مستحبة، غير جميلة. لا يجوز ذلك على الإطلاق. هؤلاء المقاومون الآن الذي نريده أن يصبح الكل مقاوم، مش قادر تنزل على الميدان وتتصدى للمستوطنين، ما في مشكلة، شارك في لجنة حراسة في قريتك في بلدك بهذا الموضوع، مش قادر خذ موقف، مش قادر قاطع البضائع الإسرائيلية، عشرات الأشكال التي من الممكن أن تمارسها في هذا الموضوع. وبدي أقول لك إشي، طب ليش نسخر من هالموضوع؟ ألا ترى أحيانا كثيرة ردود فعل العدو على المقاومة الشعبية؟ أليس دليلا على مدى ضيقه من هذا الأمر؟ لما بيمسك الناس، لما بيبعد الناس إبعادا من داخل الأقصى ويمنعهم من الدخول، لما بيبعد الناس من القدس إلى خارج القدس مثلا بهذا الموضوع، لما بيعتقل المقاومين، لما بداهم بيوتهم، كل أليس هذا ردود فعل دليل أنه أصيب بالضيق مما يفعلون؟ شكرا. ما هو هدفنا أساسا؟ أليس هدفنا أن نسبب الإزعاج لهذا الاحتلال؟ هذا جزء أساسي من هدفنا. شكرا لكل من يساهم في هذا الأمر. طيب أخ أبو جهاد، أيضا دعنا نتطرق في الوقت المتبقي لاجتماعكم غدا، اجتماع للجنة المركزية أتيت على ذكره، وبالأمس أو اليوم إن لم أكن مخطئا كان هناك اجتماع سمي اجتماع طارئ للمجلس الثوري، هل من إيضاحات حول هذين الاجتماعين؟ نعم، اليوم كان هناك اجتماع طارئ للمجلس الثوري، هو اجتماع للمتواجدين من أعضاء المجلس الثوري، كان واجتمعنا معهم أنا وعدد من الإخوة في اللجنة المركزية أيضا. كان الهدف هو النقاش كما أشرت لك، النقاش وتسليط الضوء على الأحداث، الاستماع إلى رأي الناس، وأيضا كان هدفنا وضعهم بصورة التطورات الأخيرة والقرارات الأخيرة التي لها علاقة سواء بموضوع الانتخابات، حيث شرحنا اليوم للإخوة في المجلس الثوري هذا الأمر، وأيضا بعض القضايا الأخرى الداخلية التي لها علاقة بقرارات كانت قد أخذتها اللجنة المركزية، منها لجان لمعالجة بعض المسائل بما فيها قضايا لها علاقة في قطاع غزة، و
بدأنا بمعالجتها، المسائل المالية ومسائل الرواتب وغيرها في قطاع غزة التي بدأ بمعالجتها، وشكرا للإخوة في الحكومة وأخي الدكتور محمد شتية الذي أيضا شكل لجنة خاصة من أجل هذا الموضوع، من أجل المتابعة بهذه المسألة. وأيضا قبل قليل تحدثت معك عن التوجه في فتح من أجل التواصل مع الشارع الفلسطيني دائما، وهؤلاء الإخوة في المجلس الدولي جزء من هذا البرنامج الذي أحببنا أن نضعهم بصورته اليوم. أخ أبو جهاد، إضافة إلى ذلك، غدا هناك الاجتماع المركزية لبحث نفس القضايا التي لها علاقة تحديدا في الانتخابات، كيفية تذليل العقبات للوصول إلى هذا الخيار، و خلق المناخ المواتي من أجل هذا الموضوع. أخ أبو جهاد، اسمح لي أن أسألك هذا السؤال. بعض الأطراف في إطار المناكفات السياسية تقول إن هذا الحزب يخشى الانتخابات، حزب آخر يقول لا، نحن لا نخشى الانتخابات، أنتم الذين تخشون الديمقراطية وتخشون الانتخابات. هل من إجابة مفصلة وواضحة؟ يعني هلا شوف، لما نتحاور سياسيا فكنا من المناكفات تبعت القوى والأحزاب بهذه المسألة. هنا يعني المسائل أحيانا كثيرة في هذا الموضوع تدخل في باب له علاقة، بنقول هذا خيار تعالوا نتحاور عليه، البعض بدخلوا في باب طويل من الجدل. الجدل الذي لا يوصل إلى نتيجة، كيف؟ لماذا؟ ما هي الخطوة الأولى؟ أي خطوة ستلي ذلك؟ أين سنذهب؟ ونحن قلنا أننا سنذهب باتجاه الانتخابات البرلمانية، إن الكل وافق عليها وذهبنا باتجاهها سننتقل فورا بعد ذلك إلى الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك لمسألة لها علاقة بإعادة تشكيل المجلس الوطني. تشكيل المجلس الوطني هذا موضوع آخر مختلف تماما، لأننا إذا نجحنا في انتخابات المجلس التشريعي هذا جزء من المجلس الوطني بهذا الموضوع. لكن أحيانا البعض يعيدنا لمرحلة سابقة، كنا كلما صنعنا اتفاقا يخرجون لك بمسألة، صحيح كنا قد اتفقنا لكن هناك استدراكات تبعات أي شيء في هذا الموضوع. إحنا راح نطور روحنا، إحنا بدنا الانتخابات تفضلوا عليها، ما نخش كتير في موضوعات معطلة لهذه الخيارات الوطنية الديمقراطية التي تساعد على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك أخ أبو جهاد حود العلول، نائب رئيس حركة فتح، لوجودك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. الشكر موصول لكم سيداتي وسادتي على طيب المتابعة دوما، أطيب المنى، وإلى اللقاء.